من السيد المشير السيسي مقابلة مع مجلس الإدارة وحددنا العدد ب15، فإذا بالرد جاء من بعض الأصدقاء اللي حول السيد المشير أن 11 مجموعة مسيحية طلبوا مقابلته، وإن هو مش هيقدر بجدوله لا يسمح ب11 مقابلة، فيا إما نحن نتفق مع بعض ونبعت وفد موحد، يا إما بلاش خالص. فبقول لكم منظرنا وحش، وده للمسيحيين اللي موجودين في القاعة، لو ما اتفقناش مع بعض محدش هيحترمنا. الحاجة التانية، كنا ده الجواب اللي كنا هنقدمه للسيد المشير السيسي، وده خارج برضك المؤتمر، وهذا المؤتمر اللي هيقول خلاصته أخويا الكبير الدكتور نجيب جبرائيل، هو هيلخص ما سيأتي به السادة المتحدثين الدكتور نجيب أبادير، الدكتور ميرفت التلاوي، الدكتور عمر الشوكي. طيب احنا عندنا بعض التطلعات التي تمنى المسيحيين ان هي تتنفذ في الدولة، وهي تطلعات اقرها الدستور، مش طالب طلبات جديدة، انا طالب ما جاء به الدستور. تفضل يا دكتور عمرو، مكانك في الوسط. اهلا فهم. اللي هيتكلموا النهارده عن موضوع التمثيل الاقليات في المجالس النيابيه هم يا إما أعضاء في لجنة الخمسين، يا إما مستشارين قضائيين يفهموا أحسن مني ومن أغلبكم فيما حدث. الجواب اللي كنت أحمله السيد المشير إن عندنا بعض التطلعات، وهي كلها أقرها الدستور المصري 2014. أولا، التمثيل الملائم في المجالس المحلية والشعبية والتشريعية إقرارا للمادة 244 من الدستور. ثانيا، إصدار قانون متوازن لبناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية، وإقرارا للمادة 235 من الدستور. ثالثا، إصدار قانون تجريم عدم المواطنة حتى تتحقق المادة الأولى من الدستور. رابعا، ترخيص كل الكنائس والمباني الدينية المسيحية المقامة قبل قرارة الدستور 2014 عملا بالمادة 64 من الدستور. النهاردة معظم مشاكل اللي في الأرياف هي بسبب عدم وجود تراخيص لكنائس ومباني مسيحية، وده فرضوا علينا النظام 60 سنة، بقينا نبني بدون أي تراخيص. خامسا، نطالب الدولة بالتعهد بإقامة كنائس في المدن والمجتمعات الجديدة عملا بما يحدث من بناء المساجد لتحقيق المساواة وتحقيق المادة 50 من الدستور. الحاجات دي ممكن تنفيذها بدءا من الآن، لأن السيد الفخامة رئيس الجمهورية له حق التشريع، واللي مش قادر يشرعه ولا لا يراها مناسبا للتشريع في الوقت الحالي يتركه لمجلس الشعب القادم، لكن أرجو أن احنا نعمل به، لأن بصراحة كفانا مضايقات ويقولوا هنعين 2 وهنعين 5، مش عايزين. الشعب المسيحي لا يقل عن 15% من هذا الشعب، لابد من تمثيله 15% في المجالس النيابية والشعبية والمحافظات والقرى وكل المحلية وكل المجالس. أرجو أن يتم هذا بالقريب. هنرجع للمؤتمر بتاعنا، تمثيل الأقليات في المجالس النيابية، وبنتكلم عن الشباب والمرأة والأقباط. كنت أتمنى أن ندخل أخواتنا الصوفيين، وأنا على اتصال دائم بفضيلة الشيخ أبو العزايم، ولسه كنت مكلمه من نص ساعة هو في الإمارات، لكن هنعمل ندوة تانية من هيئة الأقباط لتمثيل أهل الصوفة بطريقة علمية وجيدة.
أشكركم، وهنبتدي المؤتمر بمشاركة